الذي بالنسبة لنا نرى أنه هو الحل الدائم والواقعي. الآن في المناطق المحتلة هناك وضع صعب جدا، هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هناك النساء تضرب، هناك النساء يعني يزج بهن في الشوارع، هناك ظاهرة الاغتصاب فقط بسبب النضال الوطني والثوري. إذا أصعب ما يعاني منه الشعب الصحراوي هو حرمانه من حقه في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء. نحن نرى أن هذا الإعلان الأمريكي لن يؤثر، أرى أنه هدية قصيرة المدى قدمت للمملكة المغربية. هذا القرار لن يضعف من عزيمة الشعب الصحراوي ولن يوقف نضال الشعب الصحراوي.